بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيبتي راكو كاملة بخير. اليوم راح نلبي طلب الأخوات اللي قالوا لي تعيشي ديري لنا كيفاش تجمدي القارص تاعك. القارص هذا هو، احنا في الجزائر نقولوا له القارص، وكاين اللي يقولوا له يعني الاسم تاعو الليمون، كاين في بعض الدول يقولوا له كانك الحامض كيما في المغرب. نحيي كامل أشقائنا المغاربة. هنا واش ديري باش ما يرجع لكش هكذا مرخي كامل في روحو هذاك القارص، كي باسكو كي تحطي الحبه هكذا تجي غاكتومون في كونجيلاتور بلا ما ديري لها هذه المرحله اللي راح ندير لك، حتى تبديها تلقايها كامل يعني طريه ومرخيه كامل، يعني تتعب في هذيك باش تاكليها. هنا راح نعطيكم طريقه هايله. قبل كل شيء احكمي لا كونتيتي اللي راكي حابه، الشري كيلو زوج ثلاثه واش راكي حابه تكونجلي، احكميه ديري له لافيت، اغسليه مليح مليح. لازم ديري له لافيت وتغسليه تغسلي له هذيك القشره مليح مليح، تقدري تستعمليها ومن بعد كي تجبديها من الكونجيلاتور. هنايا بعد ما تغسلي القارص تاعك احكمي قدر هكذايا، حطي فيه عمريه لهنا بالماء حسب القارص اللي راح تجمدي. الماء ما لازمش يكون سخون بزاف وما لازمش يكون بارد، لازم يكون فاتر كيما نقولو. انا كيما هنايا حكمت عمرتها من شوف بان ديراكتومون، كيما نقولو الماء يكون دافي هكذايا. تقدري تحطي فيه يدو، انا حطيته من شوف بان قلت لكم هاي ليك، نقدر نحط فيه يدي، ما يكون سخون بزاف ما يكونش بارد. هنايا واش ديري، احكمي هذاك الماء زيدي له لهنايا مغرف تاع الملح، ملح عادي، ونزيدو له نص كاس تاع الخل. قبل ما نزيدو الخل خلطي قبل هذاك الملح، نسيو ندوبوه شويه في هذاك الماء اللي يكون تانيك دافي، ماشي دافي، لازم يكون شويه سخون على الدافي هكذايا. خلطيه ومن بعد نزيدو له نص كاس تاع الخل. هاد المرحله مهمه، علاش؟ باش الحبه تاعنا تقعد شاده روحها. هذا ما كان، بعد ما تزيدي الخل تانيك زيدي خلطيه مليح مليح. لازم نخلطو لهنايا باش يندمجو هذوك العناصر كامل، والحبه تاعنا راح تخرج لنا تانيك ما شاء الله. خاطرش كي نحطو الحبه ديراكتومون كي تجبديها سبحان الله تلقايها كامل هكذايا طلقت روحها ولات كامل مرخيه. ومن بعد احكمي هذوك الحبيبات تاعك وحطيهم في الماء هذاك، وكي تحطي او ميم طون دوري باش القرصه تاعك كامل تطغم بهذاك الماء، والصوره راهي توضح لكم كل حاجه. هنا بعد ما تحطي كامل هذاك القارص تاعك، اين فوا تحطي الليمون ولا القارص كل واحد كيفاش يقول له. دوكا لهنا راكي تشوفي راهو يطلع لهنايا فوق الماء، لا كان مغمومه كامل حبه هكذايا خليها بلا ما ديري لها حتى حاجه، ولا لقيتي هادو لي بارتي مازال ما راهمش تسمى طلع لك القارص كونتيتي صغيره وطلعت لك، واش ديري؟ احكمي قبيصي هكذايا هاولي وحطي عليها هكذا، ها سيي غميها هكذايا هاهو باش يحبط، والماء هذا كيقيس لنا كامل القارص. كيفاش تحطي هكذا الطبيسي تاعك؟ خلي هكذا يبقى لمدة ساعة. هنا بعد ما جزت لي ساعة راني لهنايا صفيتو وحطيتو لهكذايا أبار. دوك واش ديري؟ احمي منديل المطبخ ومسحيه وحطيه في لي ساك تاع كونجيلاسيون. كاين هذوك لي ساك اميتيك يطلقو تمتم، كاين هكذا برك تقدري ديريهم. احكمي الحبيبه تاعك نشفيها كامل هكذايا، وهنايا انت واش حركي حابه تحطي في الساشي، خملي هكذا لي ساشي تاعك بعد ما تمسحيهم مليح مليح. انا هنا راه نقطعو مليح، تحبي تحطي التحبيبه في الساشي، تحبي ديري ربعه كيما تحبي. المهم كي تجبديه من الكونجيلاتور كي تحبي تستعمليه لازم تجبدي الحبه وهادو تعاودي تغلقي وترجعيها تمتم، ما تخليهاش دي كونجلا وتعاودي تحطيها، لا لا تجبدي الحبيبه تاعك نحيها ابا وهادو رجعيهم في الساعه، يقعد لك حتى عام حاجه ما تصرالو. بصح لا خليتيه نحيتيه ابا وخليتيه تما اللي راح يخسر لك، راح يولي لك تسمى شغل يطلق روحو كامل كي شغل هاد الحبه. هاي ليك راني كونجليت لكم حبه باش تفهموني علاش درنا له الخل. شوفوا لهنا كيفاش تولي كامل معمره غير مع الداخل، هذا ما كان، هذه مليحه لي جو مليحه هكذايا كي نحبوا نديروا تاع
تعصري يعني حوايج هكذايا، بصح ما تقعدلكش ما تشدلكش. بصح الحبه هذه كي ديري لها هذه المرحله راح تشد لك، تقعد لك هكذايا. بصح شوفوا لا ديفيرونس هنا كيفاش هي يابسه، وهنا كيفاش هاي طريه، كاين فرق كبير. دوق لهنايا خملي عادي، محي الهواء، غلقي الساشي تاعك. هنا كاين زوج طرق، تحبي تغلقيه نورمال ديريكتومون هكذا، تحبي تستعملي الطريقة اللي يستعملوا الألمنيوم مع الحديد وتغلقيها. دوك لهنا لو شوا يرجع ليك، أنا نستعمل هاد الطريقة ديريكتومون ونحطهم. ولا كاين قلتلكم هادوك لي ساك لي يتغلقو ديريكتومون، هادوك تانيك ملاح. ونوليو دوكا للما هدايا، حطيهم في كونجيلاتور كيما قلت لك، يقعدوا لك عام حتى العام وزيدة، ما راح يصالو حتى حاجه، يبقى كيما هو. وهذا الماء ما راحش ترمي، واش ديري؟ زيدي عليه شويه تاع ايزيز ولا اي برودوي اللي راكي تغسلي به الاحواض تاعك. زيدي له ثاني شويه تاع بيكربونات وغسلي به، اما حوض الحمام تاعك ولا حوض تاع الفيسي اكرمكم الله، ولا الحوض تاع المطبخ اللي عندها ماشي اينوكس، عندها تاع الخام تخدم به. المهم ما حيش نرموه تاني، سينو ما تزيديلوش بيكربونات، زيديلو غير ايزيز وسيقي به تاني، يعطي نتيجة رائعة. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم ولو بقليل، وجاوبت على الاسئلة تاع الاخوات اللي قالوا لي كيفاش تصبري انتيا الليمون والبرتقال. فيما يخص البرتقال هنايا، هنا الطريقة تختلف. البرتقال ساهل بالبزاف، واش ديري؟ حمي لا كونتيتي اللي راكي حابه انتيا تانيك، اغسليها كيما غسلتي القارص بأي لافيت ملح ملح تانيك. تحبي تبرشي القشور تاعها تنحيه، تحبي كيما انايا ديراكتومون، انا ما حاش نسحق القشور، نحكم ديراكتومون البرتقال تاعي ونقشرو عادي. بصح كي تقشريه لهنايا لازم تنحي هذيك القشره البيضاء، هذيك القشره البيضاء هي اللي تفسد لنا الجو تاعنا وتخليه يعني ما يعطيناش، يعطيك المروره في الجو تاعك. وكي تقشريها تانيك راح يقعد لك، كل ما تخدمي العصير تاعك راح يقعد لك طازج. كلي خدمتيه يعني كلي جبتي حبتينا شريتيها جديده وخدمتيها، بصح لا كونجليتيها بالقشور تاعها، شتي هذاك القشور الرائحه، شتي هذيك الرائحه كي تجي راح تفسد لنا البرتقال، الجو تاعك راح يخرج لك بهذاك الطعم، ما يخرجش شباب وما يخرجش بنين. على بها نقشروه ونحوا له هذيك القشره البيضاء. بصح لا حبيتي تعسلي القشور تاعها، نحيها غير بالموس تاع البطاطا ومن بعد ديري هذه العمليه. في الاخير سهله، واش ديري؟ حكمي تانيك لي ساشي تاع كونجيلاتور وديري، ديري الكميه اللي راكي حابه انتيا، شحال راكي حابه ديري، لتر زوج ولا حطيهم. تحبي تغلقي كل كميه في ساشي وحدها، ومن بعد تغلقي عليهم مليح مليح وتحطيهم في كونجيلاتور. تحبي ديريهم كامل يعني ديري زوج كميات في ساشي واحد، تحطي هكذا يا زعما اربع حبيبات ولا هذيك هي الكميه اللي راح نسحق، وتغلقيها في الوسط اما بخيط، كاين هكذا واحد الخيوط يتباعو سبيسيال في تاع لي ساشي هذوما، تعقدي بهم وتزيدي تحطي كمية واحدة أخرى تانيك في الوسط. أنا هذه المرة ما عنديش الخيوط هذوك، راح نوريكم طريقتي تانيك كي نحب نعقدهم، لازم نحي لهم الهواء ومن بعد باش نزيد من الفوق. نعمر كامل لا كونتيتي اللي راني حابة، قلت لكم لهنايا يعني درت دو بارتي، كي نحب نجبد نجبد هكذايا، ومن بعد كي نستعمل نجبد اون بارتي برك ونخلي لا بارتي الأخرى. بصح تمتم عاودي رجعيها الكونجيلاتور، ما لازمش تخليها حتى ديكونجلا وبعد تعاودي ترجعيها تفسد لك، هكذا راح يبقى لك مده طويله. انا كي ما عنديش هذوك الخيوط اللي قلت لكم سبيسيال اللي يعقدوا بهم، كيفاش ندير الطريقه هاي لك؟ نخمل لا بارتي اللي راح نسحقها ومن بعد نخرج الهواء مليح مليح من الساشي تاعي ونعقدها، هاي لك راكم تشوفوا في الطريقه. ومن بعد نزيد نخمل من الفوق تانيك، نخرج الهواء ونزيد تاني كنعقدها هكذا. نكونجلي انايا البرتقال تاعي ويقعد لي كانك خدمتي الجو تاعك طازج غير كيما شريتي البرتقال وخدمتيه. طريقه سهله وسريعه وتعطيك يعني برتقال ما شاء الله وما تشدلكش بلاصه تانيك. نتمنى ان شاء الله نكون جاوبت على الاسئله تاعكم، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.